مراسلتنا عزة غريبة معنا من جديد من باريس. أود أن أستعلم منك عزة عن جديد المعلومات المتوفرة. تحدثنا عن على ما يبدو بأنه المشتبه به يعالج في إحدى المستشفيات الفرنسية، وفي بعض المعلومات التي وردت منذ قليل حول مصادر في الشرطة أشارت إلى أن إمكانية أن يكون حصل قطع رأس امرأة في هذا الهجوم. هل لديك معلومات؟ المعلومات حتى الآن تفيد بمقتل 3 أشخاص، 2 منهم قتلوا ذبحا داخل الكنيسة بحسب المعلومات الأولية. وكما ذكرتي، المعلومات الأولية تشير إلى أنه تم قطع رأس امرأة داخل الكنيسة، لكن الشخص الثالث، الضحية الثالثة، كان قد طعن طعنات كثيرة أدت إلى وضع خطر جدا، ولكنه لم يتوفى على الفور. استطاع مغادرة الكنيسة واللجوء إلى مطعم قبالة الكنيسة وكان مدرجا بدمائه، وهذا ما أدى إلى الاتصال بالشرطة عندما شوهد هذا الرجل يخرج من الكنيسة. هناك معلومات تقول بأنه توفي على الفور، وبالتالي عدد ضحايا هذا الهجوم الإرهابي هو 3، ومنهم مصادر أخرى تتحدث عن أن حالته خطيرة جدا ولكنه لم يتوفى، وبالتالي عدد الضحايا هو قتيلان وهذا الشخص الذي حالته خطيرة للغاية، إضافة إلى عدة جرحى داخل الكنيسة. الشرطة إذن ألقت القبض على المهاجم داخل الكنيسة، قد جرح لأنه قد سمعت عدة طلقات نارية داخل الكنيسة. على الأغلب أن المهاجم هو من أطلق النار، وردت الشرطة عليه بإطلاق عزة. حتى الساعة لم تذكر المصادر أي معلومات حول هذا الشخص، يعني ما في معلومات عن عمره، جنسيته، من أين أتى، هل هو من سكان نيس أو من خارج نيس؟ غالبا ما تتأخر الشرطة في إعطاء هذه المعلومات، خاصة إذا كانت تشك بأن لديه شركاء، لأنها لا تريد أن تعطي معلومات قد تساعد الشركاء، حتى لو لم يكونوا شركاء مباشرين في الجريمة، قد يكونوا متواطئين في التخطيط للجريمة، وبالتالي هي لا تعطي معلومات مباشرة عن المنفذ الاعتداء بشكل متعمد. غالبا ما لا يحمل المنفذي على العمليات الإرهابية التي شهدنا للأسف الكثير منها في فرنسا في السنوات القليلة الماضية، لا يحملون أوراقا ثبوتية، وبالتالي هذا يتطلب وقتا للسلطات الفرنسية لمعرفة هوية هؤلاء. على العكس من ذلك، منفذ الاعتداء الأخير في كونفلون سانتونورين ضد أستاذ التاريخ كان يحمل أوراقا ثبوتية ويحدد هويته. لا نعلم هذا المعتدي اليوم الذي نقل إلى المستشفى، لا نعلم حتى حالته الصحية، ولكنه أصيب بجروح، نقل إلى مستشفى في نيس، والآن السلطات هي موجودة في هذه المستشفى. لا أدري إن كانت حالته تسمح بالتحقيق معه، وفي كل الأحوال ليس لدينا معلومات عن هذا الأمر. فقط إشارة أخيرة إلى أن رئيس بلدية نيس قال بأن هذا المدعي قبل أن ينفذ هذا المهاجم قبل أن ينفذ هجومه صرخ الله أكبر. ليس لدينا أي مصدر آخر يؤكد هذه المعلومة، لكن القضاء المتخصص في الإرهاب هو من أوكلت إليه هذه القضية. سننتظر ورود مزيد من التفاصيل.